ايه حكاية شيرت علي معلول؟ كنت ساعتها في الجونه، كنا بنلعب الاهلي، فكنت انا حتى الماتش ده بلعب على ناحيه علي معلول يعني. فقلت له ان انا اخد التيشيرت منه بعد الماتش، بس هو قال لي تمام وكل حاجه. بس بعد الماتش يمكن ما تقابلناش، فما عرفناش نتقابل. كان حتى الماتش خلص 0-0، فما عرفناش نتقابل. بس فانا قلت خلاص بقى مش مشكله. فالماتش التاني في الدور التاني يعني بعد الماتش، لقيته جاي لي عند اوضه اللبس، لقيت حد بيقول لي كابتن علي معلول بره عايزك. فطلعت له لقيته بيديني التيشيرت يعني. فطبعا كانت حركه حلوه جدا بصراحه. انا قلت خلاص يعني الموضوع خلاص، بس لقيته جايبه لي يعني. ايه حكايه البيض المسلوق واحرازك للاهداف؟ ده انا وانا في طلائع الجيش كنت خلاص بقى، هم عارفين ان انا لازم في الفطار لازم يحطوا لي بيض مسلوق، 4 5 بيضات مسلوقين. لو مش موجودين الماتش ده ولا بجيب جون ولا اعمل جون. كان كل ما يحط لي البيض في الفطار هو دايما ينزل لي طبق كده مخصوص، الاداري يجيبه لي يقول لي اهو جبت لك البيض مسلوق، يلا بقى النهارده ورينا، انزل اجيب جون واعمل جون. فكانت ماشيه يعني بالبيض المسلوق. ايه اللي حصل لكم في الصين مع المنتخب العسكري؟ اللي حصل لنا ان احنا كنا في بلد اسمها ووهان، ودي البلد اللي طلع منها او اتعامل فيها الكورونا يعني. بس احنا ساعتها كنا هناك وما كناش نعرف. فكان حتى بسام وعلي الفيل جالهم دور برد جامد جدا واحنا هناك، وبسام كان كل يوم ينزل يسيب اوضته وينزل ينام في سريري وهو عنده برد. وانا بتعامل على اساس ان هو عادي. طبعا لما رجعنا عرفنا بقى ان هي كورونا، وفهمنا يعني ايه كورونا، ورحت بقى اتخانقت معاه. سر صداقتك بقفشه، وهل طلب منك قبل كده او قال لك تعال العب في الاهلي؟ احنا طبعا في انبي مع بعض في الناشئين من زمان، بس فكنا ساعات بننزل مع بعض وكنا بنتكلم. هو حتى كلمني قبل كده اللي نفسي تيجي الاهلي وامكانياتك تخليك تلعب في نادي الاهلي وريت تيجي وبتاع. فبس فكان بيقول لي كده يعني فترات لما بنخرج مع بعض. ايه حكايه اسم عمرو طارق معاك؟ اسم عمرو طارق، ان ممكن اكون ماشي في الشارع مثلا والاقي واحد ينادي عليا كابتن 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 عمرو كابتن عمرو، ممكن اتصور معاك. خلاص يعني ماشي، ما انا مش هقعد بقى لسه اعدل اسمي واقول له انا اسمي كذا وبتاع. خلاص يلا كابتن عمرو كابتن عمرو.